أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد غائم جزئيا بوجه عام وغائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، وتنشط الرياح الشمالية الغربية مع آخر الليل والصباح الباكر على غرب الخليج العربي، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب تدريجيا غربا مع آخر الليل، ومتوسط قد يضطرب أحيانا في بحر عمان خاصة مع وجود السحب الركامية.